يا علكو آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عد أي وقبا هايهين إلا تسكي مجرم حيك لجهدان ثلاثة أبو بكر عمر وعثمان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاجون إلى أحد لتزكيتهم عد أي وقبا هايهين إلا تسكي مجرم بل زكاهم الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بس فما تزكية بعد تزكية الله إلهي تزكية ديسيك بعد عدي أقبها هنيه المجرد ولا ينقضي عجبك إذا رأيت الشيعيا يابكا أقول مقو أيو الشيعة هذا مركز أركيسو أيوغو كتبتو ذا قيبكم إذا كنت راجمي سنية باب كفر الثلاثة والنفاقهم والبراءة منهم كتابك اللي راهو بحار الأنوار أو اسكلي هاي ننكن اللي راهو المجلسي محمد الباقر المجلسي وكتبت آد أيو أخرستان كمدا باب نوع عاسا كويل باب كفر الثلاثة محيك لجهدان ثلاثة أبو بكر عمر وعثمان وحل قولي هاي محبة آل البيت أيام كووضناه آل البيت كتاقر ياشيسان ونهاي وحاسا لقا قرينة هاي لقود ودوغي هم مراجعي قفك الدونة كتابك باب كتاب بحار الأنوار لمحمد الباقر المجلسي أيها اسكال باب دان اي عنوان دان اي اوغري دا واحا او كوشيه اي واحا نفكي انو كوشيه كرنا ما واحا لقولي هاي آل البيت اللقو وضع آل البيت او انت كلانا مسلمين انت كلانا لقرد ايه داد آل البيت كعلكو اهو ويرركو اه يا علكو آل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسنا وعيوننا بل صلاة دي دحدة دا ايا مروال بابا صلاة دي دحدة دي ايا نقود دعيني شانت صلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد صلاة دي بكجرة صلاة دي ايا بكجرة صلاة دي اللقو صدر تعظيمك ايا توقيرك لوقب ايا هيبت اللقاء هيبت سنة وينين تلا وينين ايا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن وحا لديد ايا وحوي ان اللهم لعن سنمي قريش ايا لقو قنوضا لقود دعي ايا باب كفر الثلاثة لقو وضعي هالكاسو الكاسوي وحلفين